طيب السيشن الاخيره دي هتكون عن سكسس ستوريز ل 10 مراكز اورام، هيقولوا لنا الشغل اللي اشتغلوه والتحديات اللي قابلته والدنيا معاهم كانت عامله ازاي. ان شاء الله السيشن هتعجبكم. هنبتدي ان شاء الله الرحمن باورام هرمان دار السلام، بعد كده مستشفى مركز اورام دمنهور، بعد كده سوهاج، المنيا، هنا طنطا، دمياط، اسوان، الاباري والسلام. الترتيب ده مين اشتغل الاول يعني عشان بس يكون فير يعني معانا. تمام. طبعا بشكر دكتوره ريما على الدعم المستمر لينا واللجنه دكتوره نهى قليل واللجنه كلكم ودكتوره هبه. هتكلم معاكم النهارده عن رحله التغذيه الاكلينيكيه عندنا في مستشفى اورام هرمل. احنا الوحده عندنا تم انشائها في 2016، كان ده تاريخ بدايه الوحده. كان في معانا اثنين فارماسيست. في 2017 المركز اتحول من مركز عام لمركز اورام. في 2019 يعني كل الفتره اللي فاتت احنا كنا تابعين لقسم الصيدله الاكلينيكيه. في 2019 القسم تم فصله وبقينا لينا هيد طبعا دكتوره هبه عبد اللطيف، وبقى كل الفارماسيست يعني بياخدوا الستبس ان هم يبقوا سيرتيفاي. وبدانا الاوت بيشنت كلينك في 2021. طبعا جزء من المستشفى بقى يعني بيخدم الكشف المبكر عن اورام الثدي، فكان لازم نعمل الاوبستي كلينك زي ما دكتوره هبه عمر تفضلت الصبح واتكلمت عنها. وبقى معانا الثلاثه فيزيشن، ثلاثه فارماسيست وسيرتيفايد دايتيشن. ف 2022 يعني ان شاء الله احنا طبعا لينا اي دي ميكسنج يونت، لكن احنا ان شاء الله ناويين ان احنا يبقى لينا سيبريت يونت ويكون معانا نيوتريشن نيرس. في 2019 عملنا نيوتريشن كواليتي امبروفمنت بروجكت. شفنا ايه التشالنج اللي كانت عندنا من اول المان باور، من اول الفيزيشن والنيرس والريزيستنس اللي كانت موجوده عندهم للموضوع ان هو يبقى فيه نيوتريشن تيم، وان احنا نبدا نيوتريشن العيانين ازاي، والبروسيس كان عندنا فيها برضو تشالنج كبيره، الماتيريالز اللي عندنا والشورتج اللي كانت موجوده في البرودكت والكيتشن الاكثر الاماكن اللي كان برضو بتواجهنا فيها ريزيستنس. عملنا ايه؟ عملنا اكشن بلان، عملنا ميتنج مع كل رؤساء الاقسام مشرفات التنظيم، اشتغلنا على الشتات بتاعتنا عدلنا فيها كتير، عملنا تريننج لكل الموجودين في القسم، بدانا الاوت بيشنت كلينك، عملنا بيشنت اويرنس سيشنز كتيره ونيوتريشن زي، وبقينا موجودين في الام دي تي المالتي ديسيبلينري تيم، وعملنا يعني تعدلنا كتير في الكيتشن وبدا يبقى دلوقتي في شغل كتير عليه. ده الهيكل الوظيفي الحالي للقسم. طبعا تقريبا القسم مكتمل. السيرفيس بتاعتنا احنا بنكفر ايه؟ بنكفر الان بيشنت والاوت بيشنت. الكباسيتي بتاعت الان بيشنت 156 سرير. بنكفر كل الاقسام، الاي سي يو، البي كيو، البيدياتريك ديبارتمنت والسيرجيكال ديبارتمنت والميديكال اونكولوجي ديبارتمنت والام دي تي. اول حاجه هنتكلم عنها هي الاي سي يو. يمكن كل الناس بتمر على تاخد راوند الحالات الاي سي يو، لكن احنا الراوند بتاعنا بيكون مع الكونسلتنت والفيزيشن ديلي، وده ما بقاش يعني اللي خدناه من الموضوع ده ان احنا ما بقاش بيحصل دلي للريكومنديشن بتاعتنا. احنا بناخد بنقول الريكومنديشن وبتنفذ، بناخد عليها الابروفل في نفس الوقت، وده ما عملش يعني خلى العيان ما بقاش فيه دلي خالص في النيوتريشن بلان بتاعتنا. كل الحالات اللي ماشيه على اورال نيوتريشن الدايتيشن بتعمل لها 24 اور ريكول ديلي في الحالات الاي سي يو.
عملنا نيرس اديوكيشن لاستخدام البارنترال نيوتريشن والانترال نيوتريشن هاو تو ادمنستريت والهاند بتاعهم. البيبر ورك عدلنا الشتات بتاعتنا, ده المدور بتاعنا في الاي سي يو ودي الشتات اللي احنا شغالين بيها. هنكمل جزء بقيه الاقسام مع دكتوره سيد. هنتكلم على الاقسام بتاعت الورد. اول حاجه معانا الميديكال اونكولوجي ديبارتمنت. احنا اول حاجه بنعملها ان احنا بنعمل سكريننج للنيولي ادميتد بيشنت بصفه دوريه وبنعمل لهم كمان دي سكريننج ويكلي. تاني حاجه عملنا واتساب جروب علشان فاسيليتيت الكوميونيكيشنز ما بيننا وما بين الفيزيشن لاي حاله فير. تالت حاجه اشتغلنا على البيبر ورك بتاعتنا وعملنا دايت موديفيكيشن وانترودكشن للنيتروبينيك دايت. ديسبايت ان النيتروبينيك دايت في كونتروفيرسي وفي ديبيت, بس احنا من الشغل البراكتس بتاعنا لقينا انه فعلا بيقلل جدا الانسيدنس للديفلايتس للنيتروبينيك بيشنت. ده جزء من الانيشال سكريننج بتاع بيشنت نيولي ادمتد والري سكريننج ليه بصفه اسبوعيه. ده الويكلي سكريننج لكل الحالات بتاعت الدور اللي موجوده عندنا. وده الماي بليت, ده شيت خاص بينا في المركز بنسجل فيه الدايتري 24 اور ريكول للبيشنت واي سايد افكت البيشنت بيتعرض لها ممكن تاثر على النيوتريشن ستيتس بتاعته سواء اورال ميكوزايتس انوركسيا دايريا كونستيبيشن. وطبعا الدايتيشن بتبلغنا بيها بصوره دوريه. ده النيوتريشن ريكومنديشن شيت الخاص بينا ويتعمم طبعا في كل مستشفيات الامانه دلوقتي والفولو اب شيت, وده بيبقى موجود من ضمن الفايل بتاع البيشنت. وعملنا كمان برضو الابروفل للديسشارج بلان. اي بيشنت فور ديسشارج احنا بنطلع بنعمله كونسلنج وبنكتب له الحاجات حتى لو اورال سبلمنت العيان ممكن نصرف له اورال سبلمنت وهو خارج من المستشفى. تاني ديبارتمنت معانا هو البيدياتريك ديبارتمنت, برضو نفس الكلام بنعمل سكريننج لكل الحالات النيولي ادمتد وري سكريننج ويكلي. عملنا واتساب جروب تو فاسيليتيت الكوميونيكيشن ما بيننا وما بين البيدياتريشن والتي بي ان كومباوندنج والسناكس. ده جزء من السكريننج بتاع البيشنت باستخدام المواكب ميد اوفر ارمز ريكونفرنس بتعمله الدايتيشن. التول دي فيري افكتيف وتقريبا يعني كوست افكتيف مش مكلفه خالص. ده جزء الـ TPN ordering احنا عملنا عليه modification. من ضمن الحاجات المهمة في modification ان احنا عملنا fluid maintenance حطينا فيه كل الفلويد اللي البيشنت بياخدها مش بس الـ TPN بتاعنا علشان البيشنت بتعرضش الـ overload. ايا كانت بقى الفلويد دي IV medication, blood components, oral medication البيشنت بياخدها. وكمان عدلنا في الـ ordering بتاع الـ TPN according للـ Aspen guidelines نحط ايه قبل ايه, الترتيب بتاع المايكرونيوترينز الترتيب بتاع الالكترولايتس. وعملنا جدول ليه نشوف التارجت بتاعنا مع البيشنت. احنا النهارده بدانا دي 1 الكالوريز قد ايه, احنا في تارجت قد ايه, والادفانس بتاعنا بنكتبه طول ما البيشنت ماشي معانا على تي بي ال. تالت ديبارتمنت معانا هو السيرجيكال ديبارتمنت. وقت ما كان المركز عندنا مركز متخصص لكل السوليد تيومرز كنا بنحضر المالتي ديسيبلينري تيم ميتنج توايس بير ويك وكنا بنديتكت البيشنتس اللي لسه هيبقى قرار السيرجيكال انترفنشن فيهم من بدري علشان نطبق معاهم الهراس بروتوكول. فده كان برضو بيتاخد الديسيجن في اللجنه. وطبعا الاراس بروتوكول طبعا كان فيه ريزيستنس مع الجراحين بس الحمد لله الدنيا بدات تبقى احسن. وعملنا نيرس تريننج طبعا للتي بي ان والانترال سواء كان الهاندلنج بتاع التي بي ان والانترال ادمنستريشن وان احنا نعمل لهم اديوكيشن هاو تو افويد المس ادمنستريشن للانترال نيوتريشن بالتحديد. وبرده واتساب جروب علشان فاسيليتيت الكوميونيكيشن. ده جزء من الريفيرال بتاع السيرجيكال ديبارتمنت معانا. ودكتوره ايه هتكمل معانا جزء الاوت بيشنت كلينك. بالنسبه للاوت بيشنت كلينك طبعا احنا حاليا دلوقتي عندنا 3 ايام في الاسبوع بنكفر الاوت بيشنت في عياده اوبيستي وعياده جنرال اونكولوجي. بنعمل بصفه دوريه نيوتريشن داي واورنس سيشنز للعيانين. لينا طبعا بيبر ورك شغالين عليه وعدلنا فيه كتير. ده الكلينيك فلو ريت عندنا من بدايتنا من 2019 دلوقتي في 2022 واحنا لسه يعني ده اخر شهر 9 بس تقريبا 20 فولد عن البدايه بتاعتنا.
ده الـ MDT لحالات البريست كانسر عندنا في المستشفى. احنا تقريبا بنشوف كل الحالات اللي موجودة في اللجنة، نعمل لها سكرينينج، وده بيفرق جدا في الانتربنشن بتاع الحالات. وبقى لينا زي ما انتم شايفين هنا، احنا لينا امضى في ورقة الفورم بتاعت الـ MDT. عملنا awareness flyers ودايما بنوزعها على العيانين وبنعمل لهم counseling عن healthy lifestyle. وهنا ده عملنا بوكلت للحالات قبل ما تبدا الكيموثيرابي، كنا يعني الحالات بتيجي تاخده قبل ما يبداوا الكيموثيرابي، لان ده بيتكلم عن السايد افكت اللي ريليتد للكيموثيرابي وهاو تو مانج. ده الريفيرال عندنا من حالات الام دي تي، وده الشيت بتاعنا في الاوت بيشنت. ابتدينا ان احنا نهتم جدا بتفاصيل المطبخ وان هو المفروض يكون فود سيفتي كويس. دكتوره هبه تعبت معانا جدا في موضوع ان احنا يبقى عندنا فصل الاوضه الرايل والحاجه تطلع مضروبه كويس ليكويد عشان تعدي المنبوبه. اهم حاجه طبعا الليبل بيتحط على الوجبات، بيبقى اسم المريض ونوع الوجبه اللي هو طالع عليه، التاريخ والوقت، ال 45 بتاعت الوجبات البينيه، ولو احنا هنحط لها موديفاي من الاور الناس عشان خاطر تكون كويسه للاطفال. ده موافقه من دكتوره ريم على الانترودكشن بتاعت السناكس، سواء كانت فورتيفايد او ان المطبخ يطلع سناكس للبيشنت. اخر جزء بالتريننج، اف يو دونت ايفولف يو ديزولف، فلازم يبقى فيه كونتينوس ليرنينج علشان نفيد البيشنتس بتوعنا، سواء كان التريننج ده احنا بنتلقاه او كنا احنا الترينر. فويذر يو ار ا تريني اور ا ترينر، في الاخر احنا مصلحتنا كانت البيشنت. وثانك يو. السلام عليكم. الاول انا حابه اشكر لجنه التغذيه العلاجيه دكتوره نهى ودكتوره هبه ودكتوره دينا ودكتوره انجي على الدعوه الجميله دي، وانها سمحت لنا ان احنا نشارك التجربه بتاعتنا ورحله النجاح اللي احنا بداناها هنكملها معاكم ان شاء الله. انا هتكلم عن الكلينيكال نيوتريشن يونت في دمنهور اونكولوجي سنتر. جت الاجنده الانترودكشن. انا عندي مركز اورام دمنهور بيغطي اربع محافظات، بيغطي طبعا البحيره وكفر الشيخ واسكندريه ومطروح. ده مخلي الريت عندنا عالي جدا. انا عندي 68 سرير ان بيشنت و8 اي سي يو. ده الكلينيكال نيوتريشن تيم لاي اوت. دكتور طارق طويل ده بيجيد اوزيونت، دكتور طارق استشاري الاي سي يو والتخدير. انا دكتوره صيفا محمد خميس، انا اخصائي تغذيه العلاجيه بالمركز، دبلومه المعهد القومي للتغذيه. معايا اثنين كلينيكال فارماسيست، دكتور محمد عمر دكتور بهاء البغدادي، رغم ان هم السكوب بتاعهم ما كانش كلينيكال نيوتريشن، بس الحقيقه هم عملوا معايا دور كبير جدا، وكانوا اي معلومه عايزينها بندور عليها، بنكون كلنا في خدمه المرضى او بعد. معايا ميس سماح الجبالي دي مشرفه التمريض، كان هي كانت الجندي المجهول بتاعت الوحده، لانها كانت يعني هي منسقه الفريق وبتقدر انها تتواصل مع النورسز في كل الاقسام، فكان لها دور كبير معانا. الهيستوري بتاعنا كان ابتدينا في 12/2020، ودي بالنسبه لنا كانت اور فيرست ستيب تو سكسس، لما دكتور رجب شريف هو اللي دعمنا، هو اللي قال كونوا فريق تغذيه علاجيه يا جماعه انا معاكم، ودي كانت حقيقه سمح لنا ان احنا يكون عندنا التولز بتاعتنا. كان بيعرفنا بالستاف، كان انا عمري ما انسى ساعه ما قال لي تعالي معايا الاجتماع، كان معظم الستاف موجودين. عملنا برزنتيشن، وعملنا برزنتيشن عن اهميه التغذيه وعن النيوتريشن في المركز، وان احنا ازاي في رول النيوتريشن مع مرضى الاورام. ابتدينا في 2022، كملنا لغايه النهارده، كنا بادئين بالاقسام الداخلي يعني جزء صغير، بعد كده طبعا دخلنا الاي سي يو، عملنا الاوت بيشنت كلينك. السيرفيس بتاعتنا اللي بنقدمها في اليونت بتاعتنا، اول حاجه كانت السكريننج. سامعيني؟ اول حاجه كانت السكريننج، والسكريننج بالنسبه لي كانت اهم خطوه ان انا اقدر اعممها في المركز، لان انا صعب جدا امسك النيرسز كلهم ادربهم ازاي
يعني ايه تعمل سكريننج للبيشنت، يعني ايه لو بيد ريدن بيشنت تقدر ان انت تاخد له الميد ارم سيركمفرنس، تقدر تاخد له الالنر لينس. وطبعا علقنا لهم شيتات على عندهم في كل كلينيك، وبداوا ان هم يطبقوا الكلام ده، وفعلا كان بيطلع لي ورقه سكريننج ممتازه من تحت. فدي بالنسبه لي كانت اهم خطوه ان انا اقدر يعني احطها. بعد كده بقى بنعمل اسسمنت نيوتريشنال بلاننج للبيشنت، بعمل طبعا فولو اب للبلان بتاعتي. كانت اهم حاجات اهم حاجه كمان اللي احنا عملناها بيشنت ايديوكيشن، يعني انا مروري انا والفريق بتاعي ما بيبقاش مجرد ان انا ببص على البيشنت واعمل اكزامينشن والفايل واحط له البلان، لا انا بتكلم مع البيشنت بشوف هو بياكل ازاي، اللايف ستايل موديفيكيشن لو اقدر ان انا اكلمه فيه، بحاول بعلمه ازاي يعمل فود فورتيفيكيشن، النيوتروبينك الفبراين نيوتروبينيا بنقدر نتكلم مع البيشنت في على النيوتروبينك دايت، وفعلا هو بيفرق جدا جدا في يعني في حته ان هو ما يحصلش انفكشن، وان انا ازود اللود على المريض بانفكشن زياده. المريض بيبقى خارج من عندي يعني لو هو خارج بعد ما ربنا يعني اتم عليه بالشفاء والحمد لله اتحسن، بيسمعني ايه هو النيوتروبينيك دايت، بيقول لي انا لما اقابل حد في قسم الكيموثيرابي انا هقول له لو مناعتك نزلت اعمل ايه. دي كانت بالنسبه لي حاجه يعني جميله جدا ان احنا قدرنا نعملها. عملنا كمان اوت بيشنت نيوتريشن كلينيك، دي كانت كويسه جدا ان انا المريض بيطلع عندي من قسم الان بيشنت مش بقدر اشوفه تاني، فلما بدي له ميعاد ويقدر يجي لي في العياده بقدر اتابع انا عملت ايه، طيب البلان بتاعتي كويسه معاك ولا لا، طب انت فعلا عملت الفود فورتيفيكيشن اللي قلنا عليه ولا لا، بتابع الجنرال كونديشن، بتابع وزنه واشوف يعني الدنيا مشت معاه ازاي. طبعا قابلتنا طبعا تشالنجز كتير لما بدانا نعمل الوحده، كانت اهمها ان انا كان عندي لاك في كل حاجه، انا ما عنديش نوليدج، الاستاف نفسه هو مش متخيل يعني اهميه التغذيه العلاجيه، انا فعلا ليا رول، طب انا لو حولت لها المريضه او حولت للفريق المريض او المريضه هل فعلا الاوتكم هيبقى كويس، كانش فيه يعني كانش فيه تخيل لدورنا مع المريض. البيشنت نفسه لما كانوا بيقولوا له لا روح عياده التغذيه العلاجيه او استنى فريق التغذيه العلاجيه هيشوفك، طب يعني هو هيعملوا لي ايه؟ فطبعا دي كانت مشكله في الاول بتواجهني، كان عندي lack of experience مع النيرسينج جامد جدا، بس طبعا زي ما قلت لكم السماح الجبالي قامت لي بصراحه بالدور ده وضربتهم بشكل كويس جدا. كان عندي lack للريسورسز، ما كانش عندي غير الحاجات بتاعه البارنترال نيوتريشن، الانترال كان اللي هو الفروزن انرجي فايبر بس، ما كانش عندي بقى الاو ان اس خالص. كان عندي طبعا مشاكل تنظيميه للجوب ديسكريبشن والشيتات اللي هنشتغل بيها. وهنا طبعا جاء دور لجنه التغذيه العلاجيه بالامانه، هم طبعا وقفوا جنبنا جامد جدا وساعدونا في حاجات كتير. كان يعني اول حاجه طبعا كان التريننج بروجرامز، احنا يعني اتدربنا تدريبات كويسه جدا معاهم تحت ايدين اساتذتنا دكتور عمرو مطر ودكتوره الفت ودكتوره ياسمين، ومعاهم هم شخصيا كانوا بيدونا محاضرات جميله جدا، رحنا حضرنا معاهم وركشوب في القاهره كذا مره. التدريبات دي فرقت معانا في الشغل العملي وفي المعرفه العلميه نفسها. طبعا بعتوا لنا السياسات والجوب ديسكريبشن، عملوا لنا فولو اب كونتينيوس سبورت، وكمان بعتوا لنا الشيتات اللي قدرنا فعلا ان احنا نتابع بيها الشغل بشكل احسن وبشكل افضل. كان في كمان طول الوقت كير اند لوف منهم، انا دايما بقول لهم الكلمه اللي انا بحب اقولها دايما، انا بحب روح الفريق عندكم، بحب تفانيكم واخلاصكم في ان انتوا توصلوا الهدف، بحب تفانيكم واخلاصكم ان انتوا توصلوا الهدف، وان احنا كلنا يعني نوصل بالمريض لاحسن حاجه. طيب احنا عملنا ايه في المركز دلوقتي؟ الوضع الحالي بقى في فريق فعال موجود في المركز، بقى معروف ان في يا جماعه في فريق التغذيه العلاجيه موجود ومعروف مين اعضائه. طبعا عملنا بيك اب لموست المال نورش بيشنت وبقينا جزء من رحله علاجهم، انا مفيش مريض مال عنده مال نيوتريشن الا انا جزء من رحله علاجه. عملنا كفرنج للديبارتمنت بتاعت كل الديبارتمنت بتاعت اور سنتر من اول الاي سي يو، طبعا عملنا الجراحه والاورام والكيموثيرابي. ده السكريننج. طبعا قدرنا ان احنا ندخل منتجات جديده من الاون اس ما كانتش موجوده قبل كده خالص. اهم حاجه واهم خطوه انا شايفه ان احنا عملناها ان احنا غيرنا قناعات الميديكال ستاف والبيشنت. انا كان الميديكال ستاف الاول يعني انا هحولها للبيشنت ليه، لما شافوا الاوتكم بقى بيجي لي تحويلات على عياده على الاوت بيشنت كلينيك، بتجي لي تحويلات كتير. البيشنت نفسه كان الاول اول ما يجي لي يقول لي هو انا هاخد ايه منك، انت هتكتبي لي علاج ايه، لا دلوقتي بقى جاي عايز يتعلم هيعمل لايف ستايل موديفيكيشن ازاي، هيعمل فورتيفيكيشن للفود ازاي، هياخد الارشادات الخاصه بيه ازاي، سواء كان بوست كيمو او كان اي حاله من الحالات اللي محتاجه ارشادات خاصه.
فدي بالنسبة لي يعني من أهم الإنجازات اللي احنا عملناها، وده بريف بسيط على اللي احنا عملناه في مركز أورام دمنهور، وإن شاء الله بدعم لجنة التغذية ودكتور رجب نكمل إن شاء الله. شكرا لكم. بشكر حضراتكم، يعني انتوا السبب اللي خلانا مش موجودين هنا، بس احنا موجودين على ارض الواقع ومع البيشنتس بتوعنا. ان شاء الله اقدم مركز اورام سوهاج. انا ساره مصباح، هيد اوف كلينيكال نيوتريشن يونت، اسمن سيرتيفايد. بصراحه بعد الفضل يرجع لربنا سبحانه وتعالى والدكتور حاتم مدير المعهد عندنا، لولا ما كانش في يعني حتى يصدق على كلامي دكتورة نوها وأعضاء اللجنة، ما كانش هيبقى في وحدات نيوتريشن في الصعيد. كانت فكرة التدريب، الفكرة بتاعته، فكرة إن إحنا ندرب كل الصعيد، كانت فكرة الدكتور حاتم، وبصراحة سبورتيف لينا بكل الطرق. يعني احنا نتكلم عن الممبرز بتاع كلينيكال نيوتريشن يونت، التريننج، التشالنجز والأتشيفمنت اللي عملناه. الممبرز معايا دكتور، شرفني طبعا دكتور عماد ظريف، بروفيسور اي سي يو، دكتوره شذا ودكتوره فريده، فيزيشنز واخدين دبلومه من معهد التغذيه، دكتور محمد فتحي ودكتوره اسراء ودكتوره اسماء فارماسيست، واغلبهم بورد سيرتيفايد، ومعانا نيرسي مستر السيد ابراهيم. ده التيم بتاعنا. بصراحه برضو احنا التيم ابتدى صغير، كل شويه بيكبر، اي حاجه بنحتاجها بنقول دكتور حاتم ما بيقفش قدامنا بصراحه في اي حاجه. النيوتريشن كير سيرفيسز كفرد الانكولوجي ديبارتمنت 42 سرير، وعندنا السيرجري 20، الاي سي يو والانترميديت 13 سرير، وعاملين اوت بيشنت كلينك 3 ايام في الاسبوع. احنا التيم ابتدى يبقى موجود في فبراير 2021، بدأنا تريننج في مارس 2021، وابتدينا شغل في جون 2021 كفرنج الاوت بيشنت والان بيشنت، وبيجي لنا من غير المعهد من التأمين ومن المستشفى الجامعة بتاعت سوهاج، بارتيسيبيتد في كونفرنس، وعملنا احنا خدنا تريننجز وابتدينا نعمل تريننج ميتنج وبروفايدنج بيشنت ايديوكيشن كاونسلنج. ابتدينا في ابريل 2021، ده كان التريننج اللي كان بروفايدد بالدكتوره اولفت، وده كان يعني اقتراح مننا، كان الدكتور حاتم بصراحه استجاب لي وكلم دكتوره نهى ومشي الموضوع. وبعدين في شهر 6 كان في تريننج تبع وزاره الصحه برضو كنا حاضرين فيه، وابتدينا في شهر 6/2021 الان بيشنت والاوت بيشنت، ابتدت شهر 7، وفي سبتمبر كان التريننج بصراحه اللي فرق مع الجروب كله بتاعنا، التريننج بتاع الامانه. التشالنج اللي قابلناها كانت ان التريننج للنيوتريشنست سواء دول كانوا فيزيشن او فارماسيست، كانوا كلهم واخدين حاجات اكاديميك بس محتاجين البراكتيكال، وبالتالي ابتدينا نقول عايزين تريننج. ده كان اول تريننج اللي هو بتاع دكتوره اولفت، وده التريننج بتاع سبتمبر اللي احنا بنقول ان هو بصراحه فرق معانا جدا. بعد كده التريننج بتاع النيرسز كنا بندربهم براكتيكال، كنا بنجيب لهم التي بي ام براكتيكال ونتكلم معاهم في الاخطاء اللي ممكن تحصل، طريقه التركيب، قد ايه تسمى متعلق والكلام ده كله. وبرده الرايه اتكلمنا فيها وعملنا فيها بامفلتس كده يقدروا هم يقروها ويوزعوها على بعض. الحاجه الثالثه كانت البيشنت ايديوكيشن وكونسلنج، وكان في ريزيستنت من البيشنت زي ما في ريزيستنت من الجراحين عاملين نتكلم عليها، كان في برضو ريزيستنت من البيشنت ان هم يتكلموا في نيوتريشن مع حالتهم اللي بتبقى سيئه جدا في موضوع الكانسر. ابتدينا نعمل بروشورز، ومع كل عيان كنا بنقعد معاه ونتكلم معاه سواء ان بيشنت او اوت بيشنت، وبنعمل لهم كونسلنج. التشالنج الاخراني كان ليه علاقه بالميديكيشن. احنا لما دخلنا المعهد كان بصراحه في مكان مش ما كانش فيه بارنت نيوتريشن، كان فيه بارنترال نيوتريشن بس سواء سيبريت او اول ان وان،
بس هو الكونسبت بتاع النيوتريشن كان هو بارنترال اونلي، فابتدينا ندخل الاورال سبلمنت وابتدينا نشوف الترناتيف علشان كان بيحصل من البارنترال نيوتريشن حتى اللي كان موجود اوقات التوريد بيأخر، الاستيراد بيأخر والكلام ده، فابتدينا نحط الترناتيف ويوافق عليها بصراحه دكتور حاتم في ان هو يدخلها. فدي الحاجات اللي اوريدي كانت افيلبل، ودي الحاجات اللي احنا دخلناها جديد سواء اورال او بارنترال. والحاجه الثالثه في الميديكيشن ان احنا دلوقتي كان اي حد بيكتب سواء انكولوجيست او سيرجن كانوا بيكتبوا البريسكريبشن بتاع النيوتريشنال، اي حد تي بي ان، اي حد سبورتين وهكذا. احنا بقينا احنا بس اللي لينا البرميشن ان احنا نكتب او ما يتصرفش غير عن طريقنا. السكريننج والاسسمنت ده كنا بنعمله بالشيتات بتاعه الامانه، زمايلي تفضلوا اشاروا ليها، كنا بنعملها. دي كانت يعني مانوال، دي كان شكل الشيتات بتاعتنا واحنا مالينها سواء السكريننج والاسسمنت الفولو اب والنيوتريشنال ريكومنديشن والفولو اب عليها، ودوت كان الريكومنديشن بتاعنا. دلوقتي احنا بقى عندنا المركز بتاعنا بقى فيه اي ام ار الكترونيك ميديكال ريكورد، بنقدر نحط الداتا عليه ونجيبها في اي وقت، وبالتالي الحاجات دي كلها بقت موجوده على الاي ام ار. احنا في الاي ام ار العيادات اهي عياده التغذيه متسجله، وده الشيت اللي بيطلع لنا، والكونسلتيشن اللي فوق دي بتبقى هي العرض بتاع الدكتور. ده نيوتريشن اسسمنت شيت بتاع عيان على الاي ام ار، ده شكله، ودي يعني الفولو اب والريكومنديشن بتاعه. انا بس هنا عايزه اقول ان احنا في الفيدنج ميثود بنبدا ابتدينا ان الراجل ده دخل 18/4 كان بوست اوبريتيف وبيتابع ديلي، يعني بعديها 19 ادي 20 21 23 24 26 27 لحد ما بيطلع، ابتدى من اول ما ابتدى بكلير فلويد بوست اوبريتيف لحد ما ماشي على سمول فريكوانت ميل اورالي مع سبورتين كل 8 ساعات. احنا بنبص على العينين بنلف عليهم ديلي في العنابر بتاعتهم. الاتشيفمنت اللي احنا عملناه من ساعه ما ابتدينا في شهر 6/2021، الكيسز اللي كانت معاها ميكوزايتس متعالجت كانت 1350 كيس. الكيسز اللي شفتت من تي بي ان ليه اورال وانترال نوت انكلودنج البوست اوبريتيف يعني كانوا 280 كيس. الكيسز اللي ماشيه دلوقتي على جيجنال جاستريك فيدنج وبتجيلنا العياده نعمل لها فولو اب في العياده مش محجوزه كمان عندنا 113 كيس. وريدكشن للينس اوف هوسبيتال ستي كان عندنا 12%، قللنا الكومبليكيشن الهيباتيك والرينال بوست سيرجيكال. وكنا بنستقبل زي ما قلت لحضراتكم من التامين ومستشفى الجامعه. دي شكل الامبيشنت، ودي جراف بيوضح احنا ابتدينا تقريبا ب 300 حاله في جون 21 لحد سبتمبر اخر سبتمبر كنا واصلين ل 1100 حاله inpatient out patient برضه نفس الكلام. الكيرف بتاعنا بيعلى وبقى الريفيرال بتاعنا كتير، وبقى احنا دلوقتي حاجه ريجولر موجوده في المعهد. بنطبق اغلب الايراس بروتوكول، احنا دخلنا مع لجنه الجراحه في المالتي ديسيبلينري تيم، وقبل ما العيان بيدخل الاوبريشن احنا بنشوفه وبنعمل له الكونسلنج بتاعه، وبعد الاوبريشن على طول بعد الاوبريشن على طول بنتابع الكلام ده زي ما قلت لحضراتكم من كلير فلويد لحد ما وصلناه ان هو بقى بياخد اورال. الحالات اللي عندنا الويبل اللي كانت بتقعد بالشهر دلوقتي ما بتكملش 6-7 ايام وبتكون ديسشارجد. الادميكسنج يونت ابتدت يعني جت عندنا لسه ما تركبتش بس سونار ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، أساتذتي تشير بيرسونز، أنا متشرف جداً بوجودي مع حضراتكم النهاردة، وإن شاء الله بإذن الله النهاردة هنعرض لحضراتكم الجيرني كده صغيراً على قد ما قدرنا حاولنا نختصرها لأن تفاصيلها صراحة كتيرة جداً. كل ما كنا نكتب حاجة في البرزنتيشن نضطر بعد كده إن احنا نقللها علشان خاطر موضوع التايم.
مع حضراتكم محمد سيد استشاري التخدير والرعايه المركزه واسبن سيرتيفايد في النيوتريشن. طبعا قبل ما ابتدي البرزنتيشن بتاعنا لازم رساله شكر لمجموعه كبيره جدا الصراحه، استاذ الدكتور مها رئيس الامانه، استاذ الدكتور بيتر نائب رئيس الامانه، طبعا اللجنه الموقره اللجنه العلميه للتغذيه بالامانه العامه، صراحه جزيل الشكر والتقدير على السبورت الدائم بتاعهم طوال الفتره اللي فاتت وستيل لسه مكملين معانا. دكتور نهى ودكتور هبه دكتور دينا دكتور انجي، ميرسي جدا لحضراتكم صراحه على مجهودكم في خلال الفتره اللي فاتت كلها معانا وستيل برضو مكملين. طبعا استاذي ورئيس دكتور ياسر محمد عبد الجواد مدير مركز اورام المنيا، دكتوره هدير راضي نائب رئيس مركز اورام المنيا، صراحه طول الوقت هم كانوا سبورت لينا ان احنا نقدر نغير حاجه مهمه جدا في موضوع النيوتريشن، كانت بالنسبه لنا احنا في الصعيد صراحه حاجه صعبه قوي ان احنا نبقى استبش فيها. دي الاجنده بتاعتنا، دي الجيرني ان شاء الله هنمشيها بسرعه كده. احنا في اول مركز اورام المنيا هو تم انشاؤه عام 98 واحنا تقريبا بنخدم حوالي 86,000 مريض في السنه، عندنا تقريبا حوالي 50 سرير متقسمين على تقريبا 5 ديفرنت يونتس، وعندنا كمان برضه الاوت بيشنت الكورش ديبارتمنت في كيموثيرابي تقريبا حوالي 20 سرير. احنا البيجنينج او الستارت بتاعنا كان من نواه صغيره جدا وقت ما قالت وزاره الصحه والسكان ان احنا محتاجين ندخل موضوع الكلينيكال نيوتريشن دوا لاهميته طبعا في جميع المستشفيات، وكعاده الامانه العامه والواحد بيفتخر دايما ان هو بيعمل في الامانه العامه اللي دايما بيدينا السبق والصداره في ان احنا نبتدي اي حاجه تشالنجينج واي حاجه هي فعلا في بدايتها بتبقى صعبه جدا من خلال اللجنه الموقره اللجنه العلميه للتغذيه في الامانه العامه، ان احنا ابتدينا الترتيب للقصه دي ان احنا ازاي ننشئ وحدات تغذيه علاجيه داخل جميع المراكز الاول تبع طبعا كل الشكر والتقدير طول الوقت للجنه العلميه للتغذيه في الامانه العامه اللي فعلا مجهودهم كان اكثر من رائع، يعني ليس له صراحه اي نوع من انواع الوصف ان احنا ازاي نعمل موضوع التريننج دواء، الواحد يمكن يتعلم حاجات قبل كده في النيوتريشن قد ايه ان هي كانت كوندنسد عشان خاطر نقدر ان احنا نوصل المعلومات كلها من خلال اشراف اللجنه العلميه للتغذيه الامانه. التريننج كان فيها طبعا كورسات كثيره، كان فيها ورك شوبس، كان فيها محاضرات كثيره جدا لاساتذتنا في التغذيه على مستوى الجمهوريه، اللي ابتدى بعد كده يبقى عندنا بقى شيتس دي سيستماتايز بحيث ان احنا كلنا نبقى ماشيين باختلاف فكرنا على منهج واحد. كان في ساينتفك جروب الصراحه بقى مش بيتعمل بيه فولو اب بشكل عادي، ده فولو اب بشكل لحظي لدرجه ان هو الواحد طول الوقت حاسس ان هو سبورتد فعلا لحظه بلحظه، اي سؤال اي كيس اي استفسار عن اي حاجه دي بيبقى موجود على ساينتفك جروب. التشالنجز بقى احنا طبعا يعني عشان تبقى الصوره واضحه قدام حضراتكم، عشان كده انا برضو قلت ان انا هي الصوره دي الاهم ان انا اوصلها، ان هو خلاص احنا بعد الجرعه المكثفه دي من الساينتفك داتا في النيوتريشن من اساتذتنا على مستوى الجمهوريه كلها، ان هو ازاي احنا بقى نبتدي نتكلم عن انشاء وحده تغذيه جوه مثلا مركز اورام المنيا. طبعا احنا كنا منفوخين جدا، عندنا ساينتفك داتا كبيره جدا وكنا كلنا متحمسين، طبعا اللي قبلنا ان احنا ندخل له بقى في اي يونت طبعا ده لسان حاله يلي قاعدين يكفيكم شر الجايين، هم الجماعه دول جايين يعملوا ايه، دول بيفكرونا فعلا اوقات كنا بنسمعها الكلمه دي وكانت بتعمل لنا ديبريشن جامد جدا، ان هو دول بتوع التغذيه المدرسيه تقريبا او حاجه زي كده، فكان الموضوع بدا يبقى فيه نوع من انواع الديبريشن. احنا ما عندناش تيم، لسه ما فيش برودكتس، كانت الحاجه الوحيده اللي متوفره عندنا كانت 3-in-1 باج، وطبعا كانت بيبقى فيها مانيوز بشكل رهيب جدا، ما فيش اي كوميونيكيشن اي اورينتيشن مع الميديكال ستاف كله، البيشنت برضه الريلاتيف بتاعه ما حدش كان بيتكلمهم ابدا عن موضوع النيوتريشن، ريزيستنس للايديز او الافكار او الجايد لاينز او البروتوكولز الجديده بتاعه النيوتريشن، مش عشان خاطر حاجه، احنا طبعا كلنا في الاول وفي الاخر زمايل وكلنا مصلحتنا في الاخر المريض، لكن كانت ان هو دكتور مثلا جراحه عامل سكشن انستموزس العيان بتاعه عامل ميجور سيرجري، ان انا اقول له لا احنا ممكن بوست بون، ان احنا مثلا ممكن نبتدي مثلا زي ما اساتذتنا علمونا بالتروفيك فيدنج، ما بلاش ناخره اكتر، دكتور في الانكولوجي عنده المريض بتاعه عنده مشكله في وظائف الكلى وظائف
الكبد ان هو لا ما سيبوه ده ما تجوش عنده ده انا مظبط له كذا. فان احنا كنا عايزين نقول ان احنا بنساعد مع حضراتكم في ان هو في الاخر الفاينل ريزلت البيشنت بتاعنا يبقى اجمل ما تكون. طبعا هو كيسز كنا لسه في البدايه. الاتشيفمنتس بقى احنا بدانا نتجمع وبدانا ان احنا نقول ازاي ان احنا هنتحرك في النقط دي بستبس. ابتدينا نعمل التيم بتاعنا كنا تقريبا حوالي 7 أو 8 في الاول، بس في ناس بدات بقى تقع في النص مع الديبريشن اللي كان بيحصل دوت. الحمد لله قدرنا نحافظ على دكتوره هاجر ودكتوره ايمان. احنا عندنا فيزيشن وعندنا تو نيوتريشنست فارماسيست موجودين معانا في التيم دلوقتي والاستابلشت والامور تمام، وان شاء الله كويس ان احنا نزود التيم اكتر. في نفس الوقت بدا يبقى عندنا روتين راوند كل يوم في جميع اقسام المركز عشان خاطر نقدر ان احنا نبريدكت بعض الحالات بتاعه النيوتريشن ونقدر نتكلم معاهم فيها. بدانا نعمل بقى محاضرات مختلفه، بدانا نعمل ميتنجز. ربنا بقى مع الصبر شويه والسعي ربنا رزقنا بناس هي مؤمنه بقضيه النيوتريشن على راسهم صراحه الدكتوره هنا سعد رئيس فريق الجوده في مركز الاورام. تعالوا يا جماعه وقولنا محاضره عن النيوتريشن في اي ايفنت او اي حاجه تخص مركز الاورام، والحاجات دي فعلا فرقت معانا قوي. ان احنا ابتدينا بقى نتكلم عن بعض المحاضرات اقتباسا من اساتذتنا على الجروب اللي احنا عاملينه بتاع الواتساب، ان هو يا جماعه الحاجات دي احنا واخدينها من اساتذتنا ازاي نغير الكونسبتس القديمه. ابتدى بقى الموضوع يبقى بروميسنج جدا. ابتدى يبقى في عندنا تقريبا حوالي 50 حاله في الشهر احنا بنعمل لها مونيتورنج، الحالات اللي هي نوعا ما تقل شويه. بدا بقى في الاخر خالص ان هو ابتدى بقى في الاخر خالص ان احنا يبقى عندنا بقى خلاص حاجات ريجولر من الفولو اب، وكمان في نفس الوقت من الريفيرد كيسز من مختلف الاقسام. ودي كانت حاجه بالنسبه لنا جميله جدا وكنا مبسوطين بيها قوي، وابتدت الروح المعنويه ترتفع للفريق. ان شاء الله احنا بروميسنج ان يبتدي بقى في ابتدت الخطه بتاعتنا بقى تختلف. كنا الاول عايزين ندخل بس وسط اليونتس المختلفه، دلوقتي بقى عايزين نعمل ان شاء الله اوت بيشنت كلينيك، ويبقى عندنا سيبريتد يونت ان شاء الله بالاكويبمنت بتاعتها. انا صراحه بشكر اساتذتي في الاسبن، وبشكر برضو التيم دكتوره هاجر ودكتوره ايمان وهي اللي عامله لنا البرزنتيشن بتاع النهارده. ميرسي جدا. ثانك يو. شكرا جزيلا دكتور محمد. دلوقتي مركز اورام انا دكتور محمود ناجح. دكتور محمود مش اول مره يشارك معانا في بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالص شكر للمنصة الكريمة لزملاء الحضور. في الحقيقة أنا هاخدكم النهاردة كتير سريعة عن وحدتين من الأشياء الكلينيكال نيوتريشن في مركز أورام هنا. أنا دكتور محمود ناجح هيد بتاع كلينيكال نيوتريشن في مركز أورام هنا. أنا ماستر ديجري أوف بيدياتريكال نيوتريشن الأزهر يونيفرستي. أنا بيدياتريك كلينيكال نيوتريشن من برنسس بارتن أكاديمي سكوب سيرتيفايد وبي 2 سيرتيفايد. هنبدأ من حيث انتهينا العام الماضي. طبعا خالص الشكر لكل تيم التغذية في الأمانة. لي شرف ان انا اكون موجود معاكم من السنة الثانية على التوالي، والتفاوض يعني بتتكرر من عليه. احنا مركز أورام هنا بنخدم 3 محافظات، محافظة دينا، محافظة البحر الأحمر، وجزء من محافظة الأقصر. عندنا طبعا حوالي 10,000 مريض سنويا، بنعمل حوالي 1000 عملية سنويا. طبعاً أول حاجة أورا جيلة هنتكلم عن situation before project و starting point challenges و achievement في الـ appreciation و sensitive. أول حاجة الوضع عندنا وبالمناسبة أحب أقول لكم إن إحنا في المحافظة يعني كمستشفيات جامعية أو مستشفيات تعليمية أو مستشفيات وزارة الصحة، إن إحنا أول مكان بنبدأ خدمة clinical nutrition أو التغذية العلاجية. فكنا طبعا في المركز عندنا او في غالبا في المستشفيات اي حد هو مش بياكل يلا تي بي ان، كل حاجه يلا اديله تي بي ان. الستارتنج بوينت بتاعتنا كانت ابتدت يوم 25/3 اما جالنا فاكس الامانه بانشاء وهيكله وحدات التغذيه العلاجيه.
تشالنجز اللي قابلتنا كتير طبعا. اول حاجه الاجنورانس او عدم المعرفه، يعني كتير من الميديكال ستاف ما يعرفش ان في تخصص او ايه وظيفه تخصص التغذيه العلاجيه في المستشفيات في الانبيشن والاوت بيشن. التشالنج الثاني الريجكشن، طبعا قوبلنا بالرفض من معظم الناس. في حاجه ثالثه اللي هي البولينج التنمر، واخيرا حب السيطره او لافين كنترول، ان الحاله دي بتاعتي او ما ينفعش ان انا اتدخل فيها. طبعا ده الرياكشن بتاعنا بعد كل تلك التحديات، ده هيبقى مرار. عملنا ايه بعدها؟ ابتدينا نكون الفريق. طبعا انا فيزيشن، كان معايا الدكتور ابو بكر فارماسيست وحاليا سافر السعوديه. انضم الينا اثنين حاليا في الفريق، الدكتوره رانيا سمير والدكتوره نرمين عنتر، وهم الاثنين فارماسيست ومعاهم الكلينيكال نيوتريشن دبلوم من جامعه اسوان. الاويرنس ويبن ده كان اول ويبن او اول سلاح لينا ان احنا نعرف الناس بتخصص التغذيه العلاجيه وايه فائدته وتاثيره على مرضى المستشفيات، عن طريق عملنا فلايرز، عملنا محاضرات للميديكال اونكولوجيست، وعملنا محاضرات للسيرجري. طبعا ابتدينا نشارك يعني في الحفلات، ابتدينا يعني سلاح ده توب سيكريت، ان احنا كنا بنصاحب التمريض. طبعا بنوصل للمرضى على اساسهم، كنا بنقول لهم يا جماعه اي حاله شايفين ان هي فيها مشكله في التغذيه ابعتوا لنا. طب ايه السيرفيس اللي بنقدمها حاليا في المركز عندنا؟ احنا عندنا كلينيكال نيوتريشن كلينيك بتشتغل 3 ايام في الاسبوع، عندنا استشارات ديسكشن مع معظم الاقسام، الميديكال اونكولوجي، الكيمو ثيرابي، الاي سي يو، البيدياتريك ديبارتمنت والسيرجيكال ديبارتمنت. طبعا لو هنتكلم عن الدعم اللي اخذناه من تيم التغذيه في الامانه، طبعا هم كانوا بيدعمونا تكنيكال، بيدعمونا سايكولوجيكال، بيدعمونا عن طريق التريننج، وان احنا بنشارك معاهم في المؤتمرات دايما وفي كل الاحداث العلميه المرتبطه بالامانه. في خبر جديد ان احنا لسه من حوالي اسبوع، طبعا شاكر الدكتور احمد رشاد مدير المركز، تعاقد طبعا على جهاز الامبادي كومبوزيشن، وده هيعمل معانا شغل كبير في العياده. بمناسبه العياده، احنا بتجي لنا حالات من بره التخصص او من بره السبيشالتي بتاع المركز، حالات عايزه تتابع تغذيه علاجيه، بس احنا يعني ريستريكتد لحالات المركز بس. فان شاء الله لما يبدا يشتغل الجهاز ممكن ناخد البرميشن من الاداره ان احنا نشتغل حالات تاني. الاتشيفمنت، احنا ابتدينا نوفر معظم المنتجات سواء على 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 مستوى الانترال او البرينترال نيوتريشن. طبعا دي من ضمن الاتشيفمنت اللي احنا حققناها، ان احنا عندنا في العياده الخارجيه بيجي لنا حوالي 20 مريض في اليوم. ابتدى يجي لنا كونسلتيشن عرض الزميل اخصائي التغذيه العلاجيه، كلمة دي يوم ما اتكتبت كانت طبعا حاجه واو بالنسبه لنا. الكونسلتيشن من الميديكال اونكولوجي، ده الدراج شيت بتاع العيانين، واحنا عندنا الاثوريتي ان احنا بنكتب فيه ونوصف فيه ادويه التغذيه. دي طبعا حاجه من الديبارتمنت اكتيفيتي عندنا في المركز، ده البيدياتريك ديبارتمنت وده الميديكال اونكولوجي. وكان في حاجه مهمه جدا هنا، ان المرور بتاعنا اون بيشنت ديماند، يعني المرضى بقوا بيطلبونا، احنا محتاجين اخصائيين تغذيه يجوا يمروا علينا، وده طبعا التراست اللي بنت ما بيننا وما بينهم. وده شكلنا طبعا بعد ما بقى عندنا وحده تغذيه علاجيه في مركز اورام هنا. اند فاينلي I would give the thanks letter to تيم التغذية في الأمانة، دكتورة نهى، دكتورة هبة، دكتورة إنجي، دكتورة دينا، وأخيرا الإدارة دكتور أحمد رشاد، دكتورة نهى فاروق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور شيرين مهنا، مركز اورام طنطا. قبل ما ابدا طبعا البرزنتيشن بتاعي، انا بحب اشكر الدكتوره مها رئيس
ضيفتي الامانه، واحب اشكر لجنه التغذيه في الامانه دكتوره دينا ودكتوره هبه ودكتوره دينا نهى ودكتوره انجي. وطبعا بالنسبه اللي عندنا في المركز احب اشكر اداره المركز على دعمها ليا، بالاخص طبعا دكتور اسلام صبري ودكتوره مها خلف، كانت من اهم الناس اللي كانت سبورت ليا جدا جدا، ودكتور احمد لملوم. وطبعا السبب في الشغل الجميل اللي هيطلع دلوقتي ده هو طبعا دكتوره سهيل سليمان، افضل دكتوره تغذيه انا شفتها واتعاملت معاها، كان لها فضل كبير جدا في الشغل بتاع الوحده عندنا. بدايه طبعا التيم بتاعي دكتوره سهير سليمان، استاذ تخدير وعنايه مركزه، رئيس قسم التخدير والعنايه المركزه في جامعه طنطا سابقا، اسبن تيتشر كلينيكال نوتريشنال كونسلتنت، وانا دكتوره شيرين مهنا اسبن سيرتيفايد ودبلومه في الكلينيكال نوتريشن في المنصوره يونيفرسيتي. كان قبل ما نبدا شغل احنا قلنا لازم نحدد الاول ايه الديفكولتي اللي هتقابلنا في المعهد في التعامل مع الصف بتاعنا من الدكاتره. كان اول حاجه عندنا بالنسبه لنا احنا كنا لازم نغير تفكير الدكاتره عندنا، ان احنا عايزين نغيرهم، ان هو مش كل نيوتريشن معناه توتال برينتال نيوتريشن، لا يعني اهم عندي اللي هو اللي هو الانتر نيوتريشن سواء اورال او انتر، لانه كان اعتقاد سائد عندنا ان هو البرينتر هو اهم حاجه والانترال ده او الاورال ده ملوش اي لازمه. ده كان اول تحدي بالنسبه لي. تاني تحدي بالنسبه لنا قابلنا في المعهد ان احنا كنا عايزين نثبت ان الايرلي نيوتريشن افضل اما ابدا متاخر في النيوتريشن بتاعي. ده برضو هما كان عندهم هما يقعدوا المريض صايم بالاسبوع وبالثلاثه وبالعشره مفيش مشكله بالنسبه لهم خالص، بس ما ادوش الايرلي نيوتريشن بتاعي. كان اخر حاجه ان انا عايزه اوصل لها عشان انجح بعد ما انجح في الحاجتين دول، ان انا اعمل كل الشغل بتاعي على جميع مراكز او اقسام المعهد عندي. دلوقتي انا هبدا اقول لحضراتكم احنا بدانا ازاي. احنا الوحده بتاعتنا بدات انشائها في 6/2021 بالبروسيدر الخاصه بيها. حطينا قواعد ان احنا لازم الحاله اما تتحول لنا تبقى متشيته، لازم يقول لي ايه هو سبب التحميل بتاعه ايه، لازم بعد كده اي علاج للتغذيه العلاجيه بيصرف تحت بند او تحت انضباط من وحده التغذيه فقط لا غير، ما حدش تاني يكتبها عشان كله كان بيكتب عندنا. كانت معتمد في اول شغلي ان انا كل الاقسام بتحول لي معتمد على تحويل الدكاتره لكل وحده التغذيه، يعني قسم السيرجيكال، وطبعا اخص بالشكر للدكتور محمد غازي رئيس القسم طبعا هو كان سبورت جامد جدا في الجراحة. تاني حاجة ان احنا بدأنا ان احنا نفتح العيادات مع في نفس الوقت اللي احنا فتحنا فيه طبعا او بيشنتم. طبعا العيادة بالنسبة لنا كانت بتتحول من العيادات الخارجية لنا، يجي المريض بتاعه بيتوزن، بيدخل على الداتا بيز بتاعتنا على الكمبيوتر بيسجل في شيتات. كان الكلينيكال نيوتريشن بتاعتنا بدأت شغلها من 1/6/22، وبدأت ان احنا اشتغلنا يومين بس في الاسبوع، بس بقينا من 4/22 زودنا يوم كمان نتيجة زيادة عدد المرضى بالنسبة لنا. ده بيبين اعداد اللي هي كانت بتتعرض عليها في العيادة من اول 6/21 لغاية سبتمبر 2022. حضراتكم قدام حضراتكم هتلاقوا هنا الاعداد بتزايد معانا بالتدريج لغايه ما وصلنا في شهر 9 ل 210 بيشنت في الشهر. بالنسبه للبيشنت عندنا احنا اشتغلنا فيه على تو ستيج. الستيج الاولاني بالنسبه لنا ان احنا كنا معتمدين برده على تحويل الدكتور في القسم الداخلي للمريض لنا. بعد كده خدنا موافقه من دكتور اسلام صبري ان احنا نعمل سكريننج للمرضى في قسم الجراحه يوميا، نتيجه ان هم خلاص كده الدكاتره حطوا ثقتهم فينا ان احنا بناخد المريض من دي زيرو، بدانا معاه من دي زيرو خلاص ان احنا نتابع معاه. طبعا احنا من 1/12/22 ده كانت بدايه السكريننج بتاعنا، عملنا سكريننج 1074 مريض منهم 162 مريض من غير اي تحميل من الدكاتره عندنا، هم ان احنا عملنا لهم سكريننج اول دي زيرو. بعد كده الاجمالي بتاعنا في الشهور كلها 370 مريض داخلي من ساعه ما بدانا. احنا بنخدم في المعهد عندنا 138 سرير، 112 في قسم الحريم والرجال سواء سيرجيكال
اونكولوجي ميديكال او بيدياتريك، وفي في العنايات 26 سرير جراحه وبطنه. دواء بالنسبه للدايت سكريننج بتاعنا بالشهور، وحضرتك برضو هتشوفوا ان احنا في كل شهر تقريبا السكريننج المرض اللي احنا بناخده من دي زيرو احنا بناخده من غير اي تحويل من الدكاتره بتاعتنا بيزيد معانا. برضو حضرتك هتلاحظوا ان ده دي اقسام بتاعتنا اللي هو السيرجن وميديكال اونكولوجي والهيماتولوجي. هتلاقوا حضراتكم من ساعه ما بدانا لغايه دلوقتي في تزايد في حتى في تحويل المرضى بالنسبه لنا من الدكاتره نفسهم نتيجه ان هم شافوا شغل النيوتريشن والتحسن اللي فيه. دواء عشان ده بقى اللي احنا التحدي اللي احنا كنا معانا فيه ان احنا عايزين نثبت للدكاتره ان الانترال او الاورال نيوتريشن اهم من البارنترال. فعملنا زي احصائيات لبعض المرضى عندنا ان احنا بدأنا نثبت لهم ان احنا طبعا سواء اي تخصص او فانس اي نوع اسوفاجس او كرياتيك او جاستريك او كولون بيبدا الستي بتاعي في المستشفى في التوتال بارنترال. لو انا بدات او اعتمدت على التوتال بارنترال بيزيد معايا الستي بتاعه لمده طويله، في حين ان انا لو بدات اورال معاه لا لقيت الكيرف بتاعي بينزل في جميع برضو اللي هي انواع الكانسر سواء اسوفاجس او جلدر او كولون. برضو دي برضو بين هو الجسد والبنكرياس برضو الكيرف بتاعي بينزل لتحت. تاني حاجه كده احنا الواحد صرنا لهم ان هو اول حاجه كانت كونسبت غلط بالنسبه لهم ان احنا نستخدم برينتر نوتريشن. تاني حاجه كنت عايز اثبت لهم لا الايرلي اورنر او انتر نوتريشن هو المفيد للمريض اكتر من اي حاجه تانيه. فده كيرف برضو للمرضى ان احنا بدانا معاك نوتريشن ان نوتريشن بوست سيرجيكال انترفينشن. ابتدى طبعا اول واحد بدا مثلا تاني يوم على طول ده قعد معايا خمس ايام وده كانت حياه وبن. وفي ناس اللي هي مثلا بدات بعد 23 يوم نوتريشن دي قعدت اكتر من شهر في المستشفى. وكان في حاجه بقى جميله احنا حققناها بعد ما عملنا حكايه ان الدواء ما يتصرفش غير بتوقيع وحده التغذيه ان احنا قدرنا نوفر ونمنع بعض صرف الادويه الايه الغلط. اكتر دواء كان بيتكتب بابيوز بالنسبه لنا اللي هو بتاع الالبومين. حضرتكم هنا هتلاحظوا ان الكيرف احنا عملنا مقارنه في من 8 شهور من 5/21 ل 12/22 كان الاستهلاك بتاعه عالي. الثمان شهور اللي بعديه بدا الاستهلاك يقل احنا وصلنا لاستهلاك زيرو في الشهر. ده حققنا فيه ان احنا قدرنا نوفر اللي هو الامريكان في 8 شهور 860 فايل وصل 25 فايل وفرنا حوالي اكثر من 150,000 جنيه. كان تاني صنف بالنسبه لنا اللي هو الجلايكوفوز ده كان بيستعملوه من غير اي تحاليل. كان بيتكتب عباره عن انه برينتر نوتريشن بدون اي تحليل للفوسفورس بالنسبه لنا. دواء وقفنا استهلاكه نهائيا لوقت لغايه ما وصل زيرو. وكان توفير الفلوس بالنسبه له ان هو حوالي 5000 جنيه. دلوقتي اللي احنا قدرنا ان احنا نوصل له ان احنا قدرنا نحقق ان احنا نعمل وورد هيلنج بسرعه جدا. وفرنا سعر للعنايه خلينا الويتنج ليست بتاعنا قليل شويه. خلينا الكواليتي بتاعت اللايف بتاعت المريض اللي هو بتاع الكيمو ثيرابي اول فيديو ثيرابي احسن بكتير. عملنا ريدكشن في استخدام الدراج ابوز في البيشنت. وشكرا لحضراتكم. شكرا دكتوره شيرين وشغل هايل ومش غريبه طبعا مع دكتوره سهير اكيد يعني هيطلع احسن شغل. دلوقتي مركز اورام دمياط دكتوره داليا سعد اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزه اشكر حضراتكم على الفرصه الرائعه دي ان احنا نقول تجربتنا. وبشكر حضراتكم على الدعم جدا جدا في اللجنه بتاعه التغذيه في الامان. احنا في مركز اورام دمياط. عايزين نتكلم في العرض ده عن السبارك اللي ابتدينا بيها والميشن اللي احنا مؤمنين بيها واور سيرفيسز اللي احنا بنقدمها والتشالنجز والاتشيفمنتس اللي احنا حققناها ان شاء الله. السبارك ابتدت بالفاكس اللي جه ده من الامانه ان احنا تو استابليش نيوتريشنال يونت في كل المستشفيات التابعه للامانه. جمعنا شهاداتنا وطلعناها ما كناش بنعمل بيها اي حاجه وكنا عندنا نوليدج بس مش عارفين نعمل بيها ايه. بس صدقنا الفاكس ده جه قعد معانا دكتور طارق وطلعنا شهاداتنا وقلنا له ان احنا مستعدين نشتغل وابتدينا باذن الله نشتغل.
الميشن بتاعتنا كانت الـ prevention with diagnosis and management of nutritional changes in patients linked to various cases of tumors or resulting from surgeries, chemotherapy and radiology. السيرفيس اللي بنقدمها في المستشفى بتاعتنا، احنا بنخدم 5 محافظات في الدلتا، عندنا 85 سرير، بنخدم حوالي almost يعني 5000 عيان في السنة. الديبارتمنتس بتاعتنا السيرجري والاي سي يو بتاعتها الانكولوجي ميديسن الراديوثيرابي والبيدياتريك انكولوجي. بنعمل يعني في ديلي روتيشن في السيرجري اي سي يو والسيرجري ان بيشنت لما بيسمح لنا الوقت. اوت بيشنت كلينيك عملناها 2 دايز في الاسبوع، وبنعمل كونتاكت مع الكيتشن بيرسونالي عشان نطلع الجداول بتاعه العيانين اللي محتاجين سبيشال نيوتريشن في الاقسام بتاعتنا. التيم بتاعنا تيم صغير مكون مني انا الدكتوره داليا سعد، عندي دبلوم في التغذيه العلاجيه من المعهد القومي وعندي الاسبن وحضرت تدريب الامانه ويف 1. الدكتوره ساره رضوان فارماسيست عندها دبلوم تغذيه من كليه الصيدله جامعه المنصوره وحاصله على الاسبن وتدريب الامانه ويف 1 كمان. كان عندنا شوية تشالنجز كده أول ما ابتدينا في الشغل. احنا ابتدينا الحمد لله في أوغست 2021، بس التشالنجز كانت يعني زي كل المراكز اللي اتكلموا قبل كده. بصراحة كان في lack of knowledge، زمايلنا مش فاهمين احنا جايين نعمل ايه، الميديكال بيرسونيل التمريض طب انتوا هتعملوا ايه، كان بيوصل حتى لحد التنمر، كانوا مسمينا عادة الوجبات لما بيطلعونا الفايلات بتاعة العيانين. التيم بتاعنا صغير، المستشفى بتاعتنا صغيره بس عايزه شغل كتير. التيم بتاعنا صغير وما كانش فيه حد افيلبل معاه الشهادات دي علشان يساعدنا. كمان قله التفرغ، لان احنا عشان الشورتج في التمريض وفي الفارماسيست احنا كمان مش عارفين نكبر التيم بتاعنا، لان الشغل بيبقى هيفي قوي والناس بتخاف تدخل التيم بصراحه. الفرستريشن، احنا كنا محبطين جدا علشان احنا ما عندناش خبره، احنا عندنا النوليدج بس ما شفناش حالات عمليه كتير نقدر نمشي معاها ونحقق فيها نتيجه، كنا خايفين جدا. السبلمنتس غاليه جدا مش افيلبل، ما كناش عارفين نطلب ايه وما نطلبش ايه بصراحه، يعني الدنيا كانت تخوف جدا جدا. حتى لما ابتدى الدنيا تمشي شويه والعيانين بتوعنا بقوا كتير، بقينا وي دونت هاف ا كلينيك، كنا بنقابل العيانين في الكريدورز بتاعه المستشفى. وبعدين حتى لما بنيجي نعمل الحسابات بتاعتنا كنا بنقف على الديسك كده في البنش اللي بين الوردز. هنا جه دور الاس ام سي. بصراحه انا عايز اشكر حضراتكم جدا جدا على الدعم، وان انتوا وقفتوا في ظهرنا جدا جدا، وفرتوا لنا كل الشتات دي من اول السكريننج الاسسمنت حتى الاتفاقيه الشراء الموحد. الجزء الخاص بينا حضراتكم نزلتوه على الجروب وبعتوه لنا، وبقينا بنعرف احنا بنطلب ايه بفضل الورق ده. فمش عارفه يعني ما فيش اي كلام يوفي حضراتكم حقه بصراحه. لحد ما جه التدريب ده، جه في شهر 9 السنه اللي فاتت، 6 شهور بنعمل محاضرات اسبوعيه كانت ممكن توصل ل6 ساعات واكتر، احسن اساتذه التغذيه في مصر. مش عارفه اشكر حضراتكم، نور لنا الدنيا زي ما يكون اللايت اللي نور لنا الطريق علشان نمشي عليه. بعد كده نزلنا تدريب عملي في مستشفيات الرائده اللي عملت اقسام للتغذيه عند دكتوره هبه ودكتوره دينا ودكتوره انجي. مش عارفه اشكر حضراتكم ازاي على سعه صدركم ان انتوا جاوبتوا على كل اسئلتنا، ولما بنبعت مسج ولا حاجه ما حدش بيتاخر ابدا ابدا وبتردوا علينا على طول، يعني برحابه صدر، يعني مش عارفه اشكركم ازاي. احنا بقى عملنا اتشيفمنتس ايه بعد ما رجعنا من التدريب ده؟ عملنا ماس اديوكيشن، قعدنا مع الناس كل فئة لوحدها. أول حاجة قعدنا مع التمريض في مركزنا، وبصراحة قعدنا معهم كذا محاضرة عشان نعلمهم السكريننج. دلوقتي إحنا مفيش عيان بيدخل ما تعملوش نيوتريشنال سكريننج. عملنا بيرسونال تريننج، علمناهم يحسبوا البي ام اي إزاي واختبرناهم فيه. زمايلنا عملنا لهم محاضرات، مثلا عملنا محاضرة الإراث وحققنا شوية اتشيفمنتس، ابتدوا جراحين يقتنعوا بينا. عايز أشكر دكتورة أمنية جوهر، اقتنعت بموضوع الإراث وبنحضر العيانين، ودكتور محمد منير في أقسام الجراحة، دكتور أسامة الدالي في قسم البطنة. مش عارفة أشكركم إزاي.
التشينجز بتاعه الايديا ان الكلينيكال نيوتريشن احنا بنعمل محاليل، كل العيانين جايين ده ضعيف قوي يا دكتوره اكتبي له محاليل. احنا لازم فهمنا الناس ان في اورال واي ان وبي ان، وانتوا لازم نحافظ على الانتجريتي بتاعه الجي اي تي. ابتدينا نعلي النولج دي بصراحه، العيانين والريلاتيفز بتاعهم ابتدوا يطلبونا فعلا زي ما زمايلنا قالوا، كانوا مستنيين الفرصه دي. مثلا حالات الاورال ميوكوسايتس عملناها ونجحنا فيها جدا جدا، والكيموثيرابي رفعنا العدد بتاع العيانين بتاعه الاوت بيشنت والان بيشنت. احنا كنا يعني في اوغست اللي فات كان عندنا زيرو عيانين، ما كانش حد بيجي في الاوت بيشنت ابدا، احنا دلوقتي اولموست وصلنا ل 40 عيان. والعيانين بتوع الاوت الان بيشنت بتوعنا وصلنا ان احنا بنعمل حوالي 15 عيان دلوقتي بعد ما كنا بنعملش ولا عيان. انا عايزه اشكر بصراحه دكتور طارق هيكل مدير مركزنا على الدعم الكبير، عايزه اشكر حضراتكم في الامانه على الدعم اللي حضراتكم اديته لنا والتدريب والمؤتمر السنه دي والاستضافه الكبيره دي، وعايزه اشكر التمريض عندنا على ان هم يعني سمعوا الكلام وساعدونا جدا جدا، ومش عارفه اقول لحضراتكم الف شكر. سادة الحضور الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم، معاكم دكتوره فيبي لؤاء اخصائيه تغذيه علاجيه بمركز اورام اسوان. اسمحوا لي اقدم لحضراتكم اور سكسس ستوري اباوت كلينيكال نيوتريشن يونت ات اسوان اونكولوجي سنتر. في البدايه بشكر دكتور مها ابراهيم رئيس امانه المراكز الطبيه المتخصصه، دكتور نهى ابو الليل مساعد رئيس الامانه ورئيس لجنه التغذيه العلاجيه، أعضاء اللجنة الموقرين دكتور هبة، دكتور دينا، دكتور إنجي لإتاحة الفرصة، وأيضاً بشكر دكتور محمد شوقي مدير مركز أورام أسوان لتشجيعه ودعمه وحضوره الكريم. في أجندتنا النهاردة هتكلم فيها مع حضراتكم انترودكشن بسيطة عن مركز أورام أسوان، تاريخ نشأة الوحدة عندنا بالمركز، التحديات اللي قابلتنا وإزاي قدرنا نتغلب على معظمها، دور الأمانة الفعال والمؤثر دايماً خلال رحلتنا. مركز أورام أسوان بيخدم تقريباً 2.5 مليون نسمة، يضم 48 سرير منهم 6 أسرة ICU، الأقسام اللي عندنا الجراحة والبطنة والICU والديكير. Our team members دكتور دينا محمود Head of Nutrition Unit، دكتور فيبي، دكتور ماريان، دكتور مصطفى أخصائيين التغذية بالمركز. في البداية كان عندنا حلم إن إحنا نبقى جزء من شعار المركز أنت مش لوحدك كلنا جنبك، ونبقى دايماً مصاحبين لمريض الأورام خلال رحلة تلقيه العلاج، وكان عندنا أهداف إن إحنا نحققها، منها إن إحنا نحسن الكواليتي أوف لايف ونقلل المورتاليتي ريت. خطوات نشأة الوحدة عندنا هوضحها لحضراتكم في التايم لاين. في 2020 ما كانش في وحده للتغذيه بالمركز، وكانت تقريبا النيوتريشن كلتشر ما كانتش موجوده ولا عند البيشنتس ولا عند الميديكال ستاف. لحد فبراير 21 الامانه عقدت اجتماع ودعتنا فيه لحضوره، فيها بتوضح اهميه انشاء وحدات التغذيه بكل المستشفيات التابعه للامانه. في ابريل 21 ابتدينا نشتغل جزئيا بجانب شغلنا الاساسي في التغذية العلاجية. في يناير 22 ابتدينا نشتغل بشكل كامل وتفرغنا للعمل بوحدة التغذية، وافتتحنا القسم رسميا، وافتتحنا الاوت بيشنت كلينيك فيها بنعمل فولو اب اوف مونيتورد ان بيشنتس. عندنا احلام بنسعى ان احنا نحققها باذن ربنا في 2023، منها الايراس بروتوكول امبلمنتيشن، ان احنا نغطي كل المرضى المترددين على المركز، وان احنا نعمل ننشئ وحده للتي بي ان
وينضموا لنا أعضاء جداد. طبعاً في تحديات كانت بتواجهنا أثناء رحلتنا. أكبر عائق عندنا في الصعيد كان بيخص البيشنتس. عندنا السوشيال وإيكونوميك ستيتس بتاعت البيشنتس قليلة. عندنا الليك اوف نوليدج والإديوكيشنال ليفل بتاعتهم قليلة. قدرنا نتغلب عليها. عملنا إديوكيشنال سيمينارز منها قوافل طبية وعملنا ندوات وعملنا لقاءات في التلفزيون فيها بنوضح على أهمية التغذية العلاجية وتأثيرها في علاج مريض الأورام. صممنا لهم فلايرز بالعربي ودعمناها بصور عشان تسهل لهم انهم يتذكروا التوصيات الغذائيه اللي بنديها لهم في الان بيشنتس ديبارتمنتس. عملنا كونسلنج هاو تو انكريز الاورال انتيك. وبالتالي طبعا المريض بعد ما بنقعد معاه نص ساعه لساعه الا ربع بيقول لنا يا ريت تكتبوا التوصيات دي في ورق عشان افتكر ويلتزم بيها افتر ديسشارج. وفعلا عملناها على حسب حاله كل مريض وعلى حسب امكانياته. في التحديات برضو كان عندنا في الاول ريزيستنس من بعض الميديكال ستاف ساعدنا فيها لحلها الحقيقه دكتور شوقي مشكورا. رتب لنا ميتينجز مع رؤساء الاقسام والكونسلتنت والفيزيشن فيها بنوضح على اهميه التغذيه العلاجيه وتاثيرها في خطه علاج المريض. مع شغلنا بان والميتينجز دي اثمرت وجابت ثمار الحمد لله. لقينا في الفيزيشن في الاي سي يو بيريكومند باتباع تعليمات اخصائي التغذيه العلاجيه فيما يخص غذاء المريض. عندنا باستمرار بيبقى فيه رابيد تيرن اوفر للميديكال ستاف. ابتدينا نتغلب عليها ان احنا بنعمل كونتينوس ساينتفك سيمينارز لاي عضو جديد ينضم الى المركز. فيها بنوضح مهام وحده التغذيه بالمركز وايضا لو في اي ابديتس تخص الكلينيكال نيوتريشن. بنعمل على طول تدريبات مستمره للتمريض ازاي يعملوا نيوتريشن سكريننج كويسه ومظبوطه. دربناهم على الانترال نيوتريشن ادمنستريشن وسهلناها لهم بورقه بالعربي عشان يقدروا يسجلوا فيها الانترال نيوتريشن تسهل علينا الفولو اب لينا بعد كده في المرور. كان عندنا مس كونكشن بيننا وبين الكيتشن. ضمينا افراد من الكيتشن لينا يبقوا مسؤولين قدامنا عن التواصل بيننا وبينهم. المان باور عندنا في شورتج في التيم ممبر. مفيش دايتيشن مفيش نيرس متفرغه للعمل بالوحده. دكتور شوقي مشكورا يسعى جاهدا ان هو يضم لنا اعضاء جداد. الشورتس دي حبينا نوضح لحضراتكم فيها عدد الحالات من اول يناير 22 لسبتمبر 22. هنلاحظ هنا في الاوت بيشنت كلينيك مع زياده الاويرنس زاد عدد تردد المرضى عندنا في العياده وفي الان بيشنتس عندنا في الديبارتمنتس مع قل ريزيستنس من ميديكال ستاف بقوا مور كو اوبراتيف لينا بقوا يعملوا ريفيرال للتغذيه لعدد حالات اكتر. طبعا ما اقدرش ننسى دور الامانه اللي مهما اتكلم واقول هيبقى نقطه في بحر المجهودات اللي بذلوها واللي ما زالوا بيبذلوها معانا بصفه مستمره. منها التريننج منها الوركشوبس اللي عملوها منها بيبعتوا لنا النماذج والسياسات الخاصه بانشاء الوحده واستعملناها وتم تطبيق العمل عليها. واحب اختم بمقوله العالم مايكل تيرا دايت از اسينشال كي فور اول سكسسفول هيلينج اند نيوتريشن از مانداتوري فور كانسر بيشنتس جيرني. ثانك يو. مساء الخير. كده صوت واضح. السلام عليكم. اول ما ابدا احب الاول اشكر دكتوره نهى دكتوره دينا مش واصل نهال. السلام عليكم. اولا احب اشكر دكتوره نهى دكتوره هبه دكتوره دينا دكتوره انجي على دعوتهم الكريمه ان احنا نشارك معاكم النهارده. طبعا انا شايفه الحمد لله الناس شغلها حلو جدا. ده طبعا لسه بادئين بس ان شاء الله شغلنا يعجبكم باذن الله. مع حضراتكم إيمان أحمد محمد رئيس قسم التغذية العلاجية مستشفى الأدباري اسكندرية. حاصلة على دبلوم تغذية علاجية وماستر في كلينيكال فارماسي جامعة اسكندرية.
معنا في الفريق دكتورة دينا حمدي استشاري تغذية علاجية جامعة اسكندرية، دكتور إيلان صابر، دكتور أندرو ميخائيل حاصلين على دبلوم تغذية علاجية جامعة طنطا. تم العمل، دي الأجندة اللي هنبتديها النهاردة، دي بداية تكوين القسم، الأشيفمنت اللي حققناها، الشالنج اللي واجهناها، وده طبعا كان دور الأمانة في السبورت بتاع القسم بتاعنا. أول حاجة إحنا بدأنا القسم في 2022 بعد ما أكملت التريننج بتاع الأمانة في القاهرة تحت إشراف دكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المركز الطبي المتخصصة، ودكتورة نهى بوليل نائب رئيس الأمانة ورئيس لجنة التغذية العلاجية. لا بالراحه. أول حاجة إن إحنا طبعا وجود الأمانة في ظهرنا خلانا واقفين بقوة وبدأنا بثقة، وإن إحنا الفترة دي بقينا لينا قسم خاص بينا وبقينا في تفرغ كامل للعمل بالقسم. يعني أول حاجة إن إحنا اخترنا القسم اللي هنبدأ بيه، كان فيه عندنا 5 محاور بدأنا بيهم، هو اختيار القسم طبعاً إحنا نظراً لقلة عددنا فبدأنا بقسم قسم عشان نقدر نغطي. إحنا كان اختيارنا 3 أقسام، قسم الآي سي يو، قسم الأنكولوجي، وقسم النيفرولوجي. تاني حاجة أو تاني محور اشتغلنا فيه هو الإديوكيشن، إن إحنا نعمل للفيزيشن وللنيرس وللدكتور إديوكيشن، والبيشن سوري إديوكيشن، وإن إحنا نعمل أويرنس فلايرز، ودي أوريدي عملناها المرضى الأنكولوجي. تالت حاجة إن رابع محور اشتغلنا فيه اللي هو نعمل فولو أب للحالات اللي أوريدي اشتغلناها، وأخيراً إن إحنا نعمل الميكسينج يونت. دي طبعاً الحمد لله البلان اللي أوريدي نفذناها، إن إحنا عملنا الآي سي يو دخلناها وعملنا كفرج للحالات وعملنا الدكتور والنيرس والبيشنت إدوكيشن ودخلنا الأنكولوجي ديبارتمنت وعملنا الأويرنس فلايرز وكان لينا نيوتريشنال كونسلتيشن والنيفرولوجي ديبارتمنت دخلناه. ده كان الشهر ده. اول حاجه ان احنا اخترنا ان احنا نبدا بقسم الاي سي يو، وكان مرحب بينا جدا في البدايه ان احنا ندخل، وكان الدكاتره طبعا شايفين ان السبيشاليتي دي ما كانتش موجوده قبل كده بقوه. اول حاجه بنبدا الحالات ان احنا بنعمل سكريننج لكل الحالات اللي داخله باستخدام النورس 2002 باستخدام بواسطه النيرسز اون ادميشن، وباستخدام النيوتريشنال اسيسمنت شيت الخاص بالامانه بدانا نعمل انيشيشن للميديكال نيوتريشنال ثيرابي، اما بان احنا نحسن الاورال انتيك او ان احنا نديهم نيوتريشنال سبلمنت او ان احنا نعمل انيشيشن للانترال او البارنترال نيوتريشن. بعد كده كمان بدانا عملنا فيزيشن ايديوكيشن عشان في بعض المفاهيم والاخطاء اللي كانت في الفتره دي موجوده وكان في ريزيستنس منهم جدا، فلما عملنا الايديوكيشن بدانا الحمد لله استجابوا لينا والدنيا بدات تتحسن معانا. بعد كده عملنا نيوتريشن نيرس إدوكيشن عشان يبدأ يعرفوا أهمية التغذية العلاجية وقد إيه التغذية بتفرق في تحسن حالة المريض، وكمان على استخدام الانترا والبرينترا نيوتريشن. عملنا كمان فولو أب للحالات بعد كده، ده الوركينج بيبرز الخاص بالأمانة اللي كنا بنشتغل بيه. قبل ما نبدأ بقى كنا كمان بقى كان لينا كونسلتيشن من بقية الأقسام، كان لينا كونسلتيشن بقيه الاقسام، بس طبعا لان احنا ما كناش بيقدر لينا نعمل ديلي راوند بقيه الاقسام فبقينا بنعتمد على الكونسلتيشن من كل قسم داخل. بعد كده دخلنا قسم الانكولوجي، ان احنا اول حاجه عملنا سكريننج كل الحالات اللي بتاخد كيموثيرابي، بنعمل لها اسيسمنت بواسطه البي جي سجا، وبناء عليه بنعمل لهم ريكومنديشن نيوتريشنال ريكومنديشن بتاعتهم، اما بالكونسلنج او ان احنا بنديهم اويرنس فلايرز او ان احنا نديهم نيوتريشنال سبلمنتيشن. كمان عملنا فول اب للحالات، مش بس الحالات المنرج، كمان الحالات الاوبيز، لان زي ما حضراتكم عارفين ان في بعض الكيمو ثيرابي والتارجت ثيرابي بتعتمد على الدوز، كل ما بتزيد الدوز كل ما بتزيد الويت بيزيد الدوز وبتزيد التوكسيستي، وبالتالي المرضى دول لو قدرنا ان احنا نعمل ادجستمنت للاوبيز بتاعتهم هنبدا نحسن الجرعات بتاعتهم. بلس ان عندنا جهاز الاشعاع برضو بيشيل حوالي 100 كيلو، فالمرضى دول بدانا ان احنا نعرفهم الطرق الصحيحه ان هم يعملوا ديكريس في الوزن من غير ما يحصل اي مشاكل صحيه عليهم. كمان الحالات اللي ليهم ابنورمال سي بي سي بارامتر، كمان بنعرفهم ايه المجموعات الغذائيه اللي المفروض ان هم يتبعوها عشان خاطر ان يحصل تحسن في الوايت كاونت والهيموجلوبين ليفل بتاعهم. يعني ده الشكل الاويرنس فلايرز اللي كنا بنستخدمه معاهم، وده البيشنت كونسلنج اللي عملناه. في شهر 10 دخلنا بقى قسم الدياليسيس، عملنا سكريننج لكل الحالات اللي بتغسل بواسطه استاجا دي ام اس والدياليسيس مال نيوتريشن سكور، وجدنا ان عندنا اصلا في القسم حوالي 70 حاله بتغسل، وجدنا بعد السكريننج ان حوالي 60% من الحالات ما بين مودريتلي لسيفيرلي مال نرج. بدانا عملنا لهم بيشنت ادوكيشن وادينا لهم نيوتريشن سبلمنتيشن.
ده السكرين تول اللي استخدمناه، وده البيشنت ايدوكيشن اللي عملناه الدكتوره دينا، وده النيرس ايدوكيشن اللي عملناه لكل على فكره النيرسز اللي موجودين في المستشفى، ودي اللي عملنا برضو ايدوكيشن للاي سي يو تيم، كان نيرسز وفيزيشن وكلينيكال فارماسيست على فكره. بالنسبه للحاجات اللي احنا بدانا من اول 2022 بدانا في قسم الاي سي يو، وبعد كده في الديبارت في الانكولوجي بدانا في 8/22 وبدانا في قسم النيفرولوجي في شهر 10/22. بدأنا في الاي سي يو ب 10 حالات مرورا من شهر 2 لغايه ما وصلنا ل 80 حاله في شهر 10، وبالنسبه لقسم الانكولوجي بدأنا ب 30 حاله في شهر 8 لغايه ما وصلنا ل 80 حاله في شهر 10، وده التشارت بيبين لنا طبعا بدايه شغلنا من اول بدأنا شهر 2 لغايه شهر اكتوبر في الحالات الاي سي يو وحالات الانكولوجي. بالنسبه بقى للتشالنج اللي واجهناه كان في مشكلتين اساسيتين، اول حاجه اللاك في هيومن باور، احنا بدأنا بحوالي 2 وزدنا دلوقتي لاربعه، وان شاء الله يعني كل ما العدد يزيد هنقدر نكفر اكبر عدد ممكن من الحالات. عندنا مشكله فاينانشال ان قرارات نفقه الدوله مش بتغطي الـ لو حبينا نكتب سبلمنت للحالات خاصه حالات النيفرولوجي، فتخلصنا من المشكله دي الى حد ما من ان احنا بقينا ندي ميديكال سامبل للحالات. الخطه بقى اللي احنا ان شاء الله الفتره الجايه هنمشي عليها ان احنا عايزين نعمل ديلي راوند لكل الاقسام، ونعمل لهم كل المرضى اللي بيدخلوا المستشفى سكريننج، ونعمل فول اب لكل الكيسز، ان احنا نكمل انشاء الميكسنج يونت لان احنا اوريدي عندنا الجهاز. ان احنا جزء المطبخ طبعا للاسف احنا ما اشتغلناش فيه الفتره اللي فاتت بقوه، فالفتره اللي جايه محتاجين نعمل موديفيكيشن للبيشنت فود، وفي نفس الوقت ان احنا نفصل الانترال يونت في سيبريت روم، وان احنا ندخل النيوتروبينيك تايم. واخر حاجه طبعا بنشكر القسم بتاعنا، بيشكر طبعا اداره المستشفى وعلى رسوم دكتور عبد الحليم جمعه، لان هو بصراحه سهل لنا امور كتيره في انشاء الوحده، ونشكر امانه المركز الطبي المتخصصه لان طبعا اللي الدعم المستمر ليهم فنيا واداريا. واشكر حضراتكم طبعا على الاستماع، وشكرا جزيلا. شكرا دكتوره ايمان. ودلوقتي مركز اورام السلام مع دكتوره حنان وهبي. احنا مركز اورام السلام، احنا واحد من اقدم مراكز اورام السلام، اورام في اللي موجوده في مصر. السيرفيس بتاعتنا بتغطي اكتر من محافظه، بنستقبل تقريبا 30 الف حاله في السنه، منهم 2600 او لحد 3000 كيسز جديده. السيرفيس بتاعتنا بتانكلود الراديو ثيرابي والكيمو ثيرابي والباليتيف كير والنيوكليير ميديسن، وطبعا الحاجات الكومبلمنتري اللي هي النيوتريشن دلوقتي والكلينيكال فارماسي. لما بدأنا الفكرة بتاعت وحدة التغذية ومع يعني بتعليمات الأمانة، كانت قدامنا طبعا تشالنجز كتير، كان أولها وأهمها المان باور، إن إحنا عندنا شورتج في النمبر للتريند بيرسونال، ولو كانوا موجودين هم بارت تايم. بالنسبة للريسورسز إحنا ما عندناش سيبريت بليس أفيلبل عشان اليونت تنشأ أو يبقى ليها مكان لوحدها أو حتى تبقى فيه نيوتريشن كلينيك. وبالنسبه للتشالنجز بالنسبه للبروسيس، احنا ما عندناش مطبخ مستقل، لكن احنا عندنا كونتراكت مع مستشفى السلام اللي هي جنبنا على طول. البدايه احنا لما جالنا الفاكس بتاع الامانه، عملنا حاجه لطيفه قوي، ان احنا عملنا اورينتيشن سيشن، كان من ضمن الساينتفك ميتينجز اللي احنا بنعملها باستمرار في اورام السلام، ان احنا بنجمع الميديكال ستاف كله بنتكلم عن موضوع سبجكت ما بين وقت والتاني. فدكتور رشا ادتني الفرصه وقتها ان انا اعمل اورينتيشن سيشن على الامبورتنس بتاعه النيوتريشن في الانكولوجي سيتنج. دي كانت في اغسطس 21. لما بدانا بقى التدريب معنا الامانه، وبعد ما خلصناه بدانا يعني اوفيشيالي بادئين في ابريل 2022. اول حاجه بدانا نعملها ان احنا نعمل سكريننج لكل البيشنتس اللي بيدخلوا الان بيشنت، تمام؟ ده از ستارت، وعشان نخلي الميديكال ستاف فاميليار اكتر بالسيرفيس بتاعتنا ويبتدوا يطلبوها. في مايو 2022 وصلنا ان احنا دربنا مجموعه من المرضى التمريض ان هي تعمل في الكيمو ثيرابي يونت الاول، وبعديها في الان بيشنت يونت، ان هي بيرفورم السكريننج فور بيشنت اند انكلود ذا سكريننج تول في النيرس ايفالويشن فورم. في مايو 2022 دي كانت عباره عن النيرس ايفالويشن فورم، دي ثابته لكل مريض بيدخل المركز، فان احنا نحط فيها السكريننج، فهي هتبقى اوبليجيتد ان هي تحطه از بارت، وهم اللي كانوا بيعملوا لنا ريفيرال في الاول.
طبعا النيوتريشن كونسلنج عاملين له انكلودنج لكل الكيمو ثيرابي ديبارتمنت كلها والراوندز طبعا في الانبيشن. اليونت ستراكشر اليونت بتاعتنا صغيره هي اثنين بارت تايم، انا تيم ليدر حنان وهبه، انا اي يو سي كلينيكال نيوتريشن ديبلوما، وطبعا عندي الكورسز بتاعه الامانه وال واكاديميه الاميره فاطمه، ومعايا فارمس ثانيه دكتوره بسمه الكواليفيكيشنز بتاعتها ان هي عندها كلينيكال نيوتريشن ديبلوما من جامعه النيل، ومعانا دايتيشن دي فول تايم. السيرفيس حاليا المقدمه عباره عن ايه؟ طبعا زي ما قلت اللي هي نيوتريشن سكريننج فور افري سنجل بيشنت، النيوتريشنال كونسلنج ودي كانت اوفرد فولي في الكيمو ثيرابي يونت، وطبعا الايراس بروتوكول امبلمنتيشن مساعده دكاتره السيرجري عندنا هم متعاونين بصراحه. والان بيشنت راوند احنا تقريبا بنكفر 3 ايام في الاسبوع لان احنا الاثنين بارت تايم. احنا عايزين ايه او الفيوتشر جولز بتاعتنا؟ اولا احنا مهتمين قوي ان احنا نكفر الراديو ثيرابي بيشنت، بس هي الاوبستكل اللي قدامنا ان احنا ما عندناش كلينيكال نيوتريشن كلينيك يعني، فدي هي دي اللي موقفانا شويه، بس هتبقى افيلبل قريب. وفي اونجوينج بريبريشن لارابيك جايد للبيشنت ليفينج ويز ان اوستومي، دول اكتر ناس كانت بتشتكي في الورد طول كل يوم، وان احنا بنتعاون مع سواء الاقسام المختلفه بتاعت اورام السلام سواء الصيدليه عشان توفر لنا السبلمنتس والبارنترال نيوتريشن، او الكواليتي ديبارتمنت عشان ناسس النيوتريشن يونت بوليسي. طبعا بنشجع الميديكال ستاف الجداد وخصوصا الصيدله ان هم يجوين التيم كده ان شاء الله. هو يعني اللي بيشجع اكتر اليومين دول موضوع ان في كونتينوس اديوكيشن كمان جوه الامانه، وان الاداره بتبوش الموضوع دوت. طبعا بنكرج كونتينوس اديوكيشن، دكتور بسمه دخلت في الويف الثانيه للبراكتيكال تريننج، وانا دلوقتي حاليا كانديديت للماستر بروجرام في سواس كانال يونيفرسيتي. دكتور رجب عبد السلام مدير مركز دمنهور، طبعا دكتور حاتم محمد امين مدير مركز سوهاج، دكتور ياسر محمد عبد مدير أورام هنا.
الدكتور إسلام محمود مدير مركز أورام طنطا. دكتور محمد شوقي أسوان. طبعا يعني أنا شهادتي مجروحة، بس دكتور بولس إسحاق مدير مركز أورام معهد ناصر. والحقيقة أنا عايزة كمان مش بس دكتور بولس، قبليه كمان دكتور محمود سعيد مدير عام المركز مدير عام معهد ناصر للدعم اللي بيقدمه لوحدة التغذية العلاجية. الحقيقة من قبل ما نبقى وحدة، من قبل ما يبقى فيه حتى فريق، من وانا بشتغل لوحدي وإدارة المستشفى بتقدم لنا دعم كبير جدا عشان نوصل اللي احنا موجودين فيه دلوقتي في مستشفى معهد ناصر. شكرا جزيلا دكتور بولس في القاعة اللي جنبنا. طب تمام، شكرا. شكرا لحضراتكم جدا، وشكرا لشغلكم. شكرا. شكرا يا دكتور.